السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم. أقسم عليكم بالذي رفع السماء بلا عمد ترونها، أقسم عليكم بالذي رفع السماء بلا عمد ترونها، وبسط الأرض والجبال تحتها، فقال ربي جل في علاه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. توبوا إلى الله يا معشر الجان، توبوا إلى الله يا معشر الجان، واعلموا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. جنية المسيحية إياك نعبد وإياك نستعين. إذا الاستعانة من كتكون بالله فقط. الهدف هو أن الحمد لله لا بالنسبة لأختي لا بالنسبة لأختي، الحالة اللي جيتوا فيها في الأول ماشي هي دابا، كاين تغيير، وهذاك التغيير كيفرحني أنا قبل ما يفرحكم أنتم كيفرحني أنا. علاش؟ أنا كنشوف الحمد لله درنا الرقية. نعم، بس كجينا من جينا من بعيد وبشينا من بعيد. أنا ما ليش الكلام ده كمان. لا أنا بقصر في الرقية، كلها رقية ذاته، كلها رقية نفسه. المريض رقي راسك، المريض انا رقي راسي، اختي مريضه رقي راسها، الحاجه مريضه رقي راسها، كل هو الراقي كيقول لي ندير لك الرقيه ما تكونش كامل. وكيبان لي ثاني واحد المساله استاذ الكريم، اذا كنت مثلا سكران مبوق، انا ماشي انا 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 الله يعفو على الجميع، هذاك الشيء اللي كاين، انا ما تنشوفش ما كنشوفش، لا 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 ندير لك الرقيه. هي الرقيه الاصل ديالها ترقي نفسك بنفسك، كاين التوافق مع الى درت لك الرقيه وانت كامل فهمت مع الثابت متوافق مع. انا بغيتك انت تستعمل متوافق مع، ولكن اول راقي في انا حيت انا 4 سنين وانا عمري الحمد لله اربع سنوات تمحنت والحمد لله، حيت لا قلت لك تمحنت هو اللي غنعطي واحد الاهميه لواحد الحاجه وهي لا شيء صح ماشي نقولش كان رجعتك ولكن رجعت شوي الحمد لله. رجعت لك، قلت لك ما عنديش لك الرقية صافي صح؟ لا ما قاصحنيش أول واحد. ألا تستحي من الله؟ ألا تخشى الله؟ أريد أن أعذبه كما عذبني. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. واعلموا أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.